السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، أخوتي الحباب، تبارك الله عليكم. اليوم ولله الحمد يعني تشرفنا بواحد الزيارة ديال حبيبنا وخونا سيدي بغداد، رجل ذكار بالله. نسأل الله عز وجل يعني يسمح لنا إلا قصرنا يعني في حق من الحقوق ديالو. الله يجزيه بخير ومرحبا به. فأخوتي سيدي بغداد زارنا من مدينة الناظور، وتحية ممتلئة بالحب والخير والبركات الناس الناظور. تبارك الله عليكم. نعم سيدي، ومرحبا عندنا في الشمال، تحية لخوتنا في ما كانوا داخل أرض الوطن أو خارجه. نعم، فسيدي بغداد زارني ويعني وألمني بواحد النقطة، يعني ملي بغى يجي عندي وصل قصر الكبير، بغى يجي عندي للدار، سول عليا اش قال لك مول الكوكو. نعم سيدي، مول الكبير الكوكو. مول الكوكو مشيت عنده قلت له واش ما كتعرفش ابو عمر ابو حافظ؟ قال لي عمر واش كاين شي واحد ما كيعرفوش؟ عمر معروف. الله يجزيك الخير سي مقدام. كنشكروا الاصدقاء اللي كبروا بينا، والله يجزيكم بخير، الله يرحم والديك، بارك الله فيكم. فالاخوان الغريب في الامر، سي بغداد ملي وصل القصر الكبير ومسكينه كان في الطاكسي، يعني هذاك الصديق الله يجزيه بخير دل سيدي بغداد علينا وقال له فين خصك تمشي وخصك تركب وكتب له العنوان. فسيدي بغداد ملي كان في الطاكسي، مول الطاكسي يعني زاد عليه، اش كتسمى هذا؟ زاد عليه، وعمرنا كبنا بالطاكسي من المحطة للحي بلا الطاكسي. والله يهديك صاحبي، والله يهديك، ضربت خطأ. كان شي طاكسي ب 1500، الله يا ودي وحشومة. هادشي ما كيشرفش بالخير والله. لا لا لا، آه؟ عشت ومعزل شوية مع عزلقت، هذيك 5 دراهم مع عزلقت. على حسب الشتاء اليوم الزليقة، سمحوا لنا اليوم كنعرفوا الحمد لله مالين الطاكسيات. عندنا السي محمد الشرود ود الحومة ديالنا، رجل طيب ومبارك. زين شنو اخر؟ عبد الصمد ود المفتش صاحبي. الله الله الله، ماشي عبد، واحد خور منير. منير خور. الغزال ديالنا. سميتو القرقري. سميتو السير ضوان. هو حميد. حميد وحميد الغزال. حميد الغزال. هادو ناس هادو ناس طيبين وما نساوش شو سميتو، ناس مخيرين. الله اكبر. سي سفيان. سي سفيان. الحمد لله، تحيه سي سفيان، شكرا. وخلينا نكملوا، يعني بقى فيني الحال، وانا سبحان الله من الطبيعه ديالي فيما كيجيني شي ضيف كنسولو على الطاكسي، كنقول له كيفاش يعني المعامله مول الطاكسي معك؟ دائما قسما بالله، حيت كنعرف يعني بعض مول الطاكسيات لا غفر لنا ولاهم. ودابا غنذكروا يعني واحد الموقف، يعني واحد الموقف عند واحد مول الطاكسي. هذا رجل كنتمناو من الله عز وجل يكونوا موين الطاكسيات كلهم بحال هذا. اخوتي سمعوا مزيان، كما يحكى قال لك هذا واحد مسكين مول الطاكسي ركبوا معاه جوج ديال الطلبه، جوج ديال الطلبه. يا الله سير. الطاكسيات خدنا كلهم، خدنا على المرضيين، والله الا مخير على المنورين. ما عادش نقول دابا، دابا ضربنا دابا انا بقى فيني الحال. هو 5 دراهم حسن. الله قال. والناس اسمعني، الله قال الناس كيبوا بك 6 دراهم. الله قال. وبلاش عاوق هاد الايام مثلا مع السي الباشا في البلديه. ايه. ومهم الطاكسيات كيطلبوا الحقوق ديالهم مزيان. موين الطاكسيس قال لك سيدي خصنا نبقاو نركبو ب5 دراهم من سقراقية لبلاد صاصي الحمرية، شحال خصهم يركبو؟ 5 دراهم. ودابا انت عارف يعني كاريوات حيدوهم ياك؟ نعم. وهذوك الفقراء والمساكين كانوا كيركبو ب50 دراهم، دابا فاش يوليو يركبو؟ الكولا. ها؟ مشيو لاجليهم. ها ايوا مزيان. يعني المسؤولين ديالنا كنشكروهم، حنا ما كنمسحو لا كابا لا والو. المسؤولين قال لك اسيدي الطاكسي نردوه ب3 دراهم. هذا مزيان هذا. موني الطاكسيات جاو قال لك لا سيدي خصنا نركبو ب5 دراهم. وقالوا لهم وحنا حيدنا لكم الكارو، علاش تركبو ب5؟ علاش تركبو ب5 دراهم؟ خصنا يعني نقصوا لكم باش كلشي، يعني باش الطاكسي يولي في المتناول للجميع. وانا بقى في الحال قلت شوف يلاه، شوف هاد الناس هادو كي دايرين، خصكم ما تدقوا مسكين هاد المواطن. يلا كمل. انا الله قال وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. مرحبا. شوروا. ضربنا خوتنا وعلى المرضيين وعززنا علينا، لكن عندي واحد القويص نفتحوا. حنا الحمد لله هاد المدينه الشريفه، المدينه العريقه، مدينه القصر الكبير، مدينه الشرفاء، مدينه العلماء، مدينه اهل الله. حقيقه خصنا نشكر الله سبحانه، حقيقه خصنا نشكر الله في هذه المدينه المباركه الطيبه. فاللي بغيت نقول يا اخواني المرضيين، حنا لما يجي عندنا بحال هذا المرضي هذا، هذا الضيف، هذا الغزال هذا، ما يجي لعندنا شحال خصنا نرحبوا فيه؟ لاننا حنا هما المدينه،
حنا خصنا مثلا دخلنا عند مول الحوت نجبروا مول الحوت على الشيء الذي يرام، على الشيء الذي يرام، على يعني على الامر الذي يحبه الله عز وجل. مشينا عند الجزار، مشينا عند بائع الدجاج، مشينا عند صاحب الخضراويات، عند صاحب الفواكه، عند 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 صاحب عندهم الطاكسي، عند عندهم كاملين. علاش حنا كنا كنكملوا بعضنا البعض. لما يجي هذا المرضي ويجي مرضي واحد اخر، خوتنا هادو ولا وجو عندنا من داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، جاي يجي من العالم، يجي في ما بغى يجي. شي مره كيحكي واحد المرضي، واحد المرضي كيحكي واحد الفقيه ديالنا الله يفتح عليه، قال لك مسكين كان كيبيع الخضره، هو اللي هو اليوم فقيه مسجد الفتح السي عبد الخالق ديالنا الله يبارك فيه امين. قال كيحكي مسكين كان كيبيع الخضره وكان بيع شراي، وكان مسكين هكذا كيمشي ويسعى في المرضى ديال الله ويطلب العيش بواحد الشيء او بواحد الشيء اللي كيحب الله عز وجل في الحلال. يعني هذا هو المقصود الكلام ديال اللي بغيت نقول. يوم الايام شي صاحبه وجارو كيبيع شري عندهم الكريرسات، كريرسات مستفين، جا عنده شي نصراني ولا يهودي ولا قوري ما عليناش، التفاح كيبيعو هو بشحال كيبيعو؟ كيبيعو بسبعة دراهم خمسة دراهم، باعلو جوج كيلو بعشرين درهم. الاخر قال له زعما ديك المرضي، هذا المرضي هذا، قال له يا اخي الفقيه، الفقيه ديالنا الله يفتح عليه، اسمح لي انك شويه كان صعب خالص الا قصرت من حقه راه هو مرضي عندي انا. قال له يا اخي، قال له هذا السيد هذا شنو درتي معاه؟ قال له ده عنصراني، قال له ده عنصراني. وهذا الفقيه المبروك بالادب عاد تشوفو تصلي ما شاء الله كما قال السي عمر ذكر بالله، كتقول امنا عائشه في حق هذا الانسان شو سميتو حسن البصري، قالت كان ذكارا بالله، عاد تشوفو تذكر الله. هذا المؤمن هذا لان عاش بيئه الايمان، عاش مع ناس الاخيار مثل وجوهكم، فالنفس ديالو ما هناتوش، قال له ما شاء الله صافيك الخير. لكن الاسلام ديالنا المبارك، الاسلام ديالنا العظيم، ما كيخليناش نفعلوا هاد الزلات بحال هاد المشكله اللي درتي انت دابا الان. وجا عندنا يهودي انت واخا يكون نصراني يكون قوري يكون يهودي يجي عندنا، لان الدين شكون هو الدين؟ الدين اخلاق، الدين معامله. يجيو عندنا الناس يتاثروا بالصفات ديالنا. عمر بن الخطاب يقول دعوا الله وانتم صامتون، قيل كيف يعمل المؤمنين؟ قال باخلاقكم. رجعوا لبيت القصيد، جي عندنا مرضي بحال هاد المرضي هكا، تعاوننا معاه ومشى عند جميع ديال الناس في مدينه القصر الكبير، حرفيين في الصناعه في التجاره في شمال يعني في اي شيء من الاشياء، وجدهم كلهم كل واحد تاقى البلاصه ديالو، كل واحد مزير راسه. الله الله شي يحكي على المدينه ديالنا. وبالله عليك لما يجي عندنا اخ من الاخوان ديالنا ولا صديق من الاصدقاء ديالنا، جينا نمشي مدينه سواء من المغرب او لا خارج المغرب، دول عربية أو لا من العالم، يجي مما بغى يجي يجي، جا لعندنا واستقبلناه بواحد القبول حسن. كنبيع التفاح بستة دريال غنبيعو له بستة دريال، كنبيع التفاح بسبعة دراهم غنبيعو له بسبعة دراهم، طاكسي بستة دريال. ونقدر نكون أنا مول الطاكسي مثلا، مثلا أنا مول الطاكسي، يعني الطاكسي قول يا أخي بغيتي نديك، بغيتي نديك كورسة كتخلص ألف فرانك، إلا كلا بغيتي تركب بربعة دراهم كنركب ثلاثة الناس، غيقول لي اش هاد الصدق؟ والقصة اللي بغى يقول أبو حفصة الصديق ديالكم هذا الشيء هذا الله يتوب علينا وعليه أمين، جوج ديال الفقية ديالنا، الفقية ديالنا هنا فوق الراس ديالنا، جوج الفقية واخ كانوا في مدينة طنجة، هادي يحكى والزريدة عفلت لهم. الفقيه تشاور مع صاحبه قال نشبروا طاكسي ونوصلوا دغيان ونقضيوا المسألة ديالنا قبل ما تفوت علينا الزكدة الزريدة واخا. فلما ركبوا مع مول الطاكسي، واحد تكلم مع واحد، شنو قال له؟ قال له شاد مول الطاكسي، هاد مول الطاكسي هذا دابا هو كيتكلم مع صاحبه ركب الله بجوج، قال له هاد مول الطاكسي الطريق هامنا هو اللي جوزنا من هامنا. الاخر قال له علاش؟ قال له باش يزيدنا حيت عندهم الكونتور ماشي بحالنا حنا، قال له عندهم الكونتور هما كيسوقوا الظن في مول الطاكسي مسكين، ومع العين مول الطاكسي بريء. اش تشوف مول الطاكسي راجل راجل، خلي بالك خلي بالك شو مول الطاكسي هذا، وهذا كنحييه
كنحييه واخا 100 كيلومتر ولا 100 كيلومتر كنقول له هنيئا لك ابشر بالخير. وكاين بزاف بحال هاد المويط طاكسي. الله يفتح عليهم على المرضيين، حتى حنا عندنا على المرضيين مساله نقاش ومساله نصح. سبحان الله انا قلت لك دي 5 دراهم تكون عازل القط مع دابا الشتا كطيح والغايس وهادي تكون عازل القط سبحان الله. فلما وصلهم باختصار وصل مول الطاكسي الطلبه للمكان اللي المعلوم، المكان المعلوم خصهم دابا مشاو وصلوا للمكان ديال الزريده ديالهم هما وصلوا. الفقيه انت عارف الطلبه تبارك الله منورين ومرضيين، ديك النور نورهم يسعى بينهم الله الله منورين ولابس البيض والطريبشات وكذا الله الله عاد تشوفهم تصلي واللحيه الله اكبر مرضيين عندنا. ايوا سيدي ملي وصل بغى يخلص الفقيه، بغى يخلص مو الطاكسي بغى يخلص الفقيه، قال له اخي ملي شحال كي تفت المسكين يخلص من الطاكسي، قال له اهلا طيب الفقينا نتخلص منكم ادعي معنا بشي دعوه ديال الخير. الله اكبر. الاخر بقى كيشوف صاحبه، قال صاحبي هذا لساتي فيه الظن، قلت لك خصو يدورنا من هنا ويعاود يدورنا منا. قال له انا عرفتكم طلبه وانتم اهل الله واهل القران ثم مرضيين، الحقيقه ديروا معنا اشي دعوه ديال الخير، ادعيوا معنا اشي دعوه ديال الخير راسك فيني. وحنا هذا الشيء كيشرفنا، كشرف الدولة ديالنا، وخصنا حتى حنا نشرف المدينة ديالنا كما أدنى هذا المرضي هذا. والحمد لله نتوما عندي كلكم مرضيين مسقيين، كما قلت كنعرف ناس صادقين ناس طيبين، كما قلت سيدي حميد المرضي هو هنا في بلاد السبيعية. حميد ياش الكنية نسات لي حميد كنقولو حميد ولد الدبوان غزال. السي الآخر اللي خونا أو ثاني شو سميتو القرقري المرضي القرقري السي رضوان زيدو سيدي الشرود المبارك وقيس على ذلك، هادو ناس طيبين كنعرفو صحاب الطاكسيات القصر ديالنا كلهم مرضيين. دابا هادي ابو حفصه وكذا والزليقه اللي هما الشتاوى هادي معذره، والله يفتح عليكم كاملين يا صحاب الطاكسيات يا الغزلان، الله انتم مرضيين كاملين، الله يفتح عليكم والله ينوركم. وكنطلب من الله سبحانه عز وجل يتوب علينا ويجعل الاعمال ديالنا خالصه لوجهه الكريم. اللهم اجعل اعمالنا لوجهك خالصه، لا نريد جزاء ولا شكورا. يا ربي اجعلنا من الصادقين يا ربي. والاخ ديالنا كنقول له مجددا مرحبا مرحبا، ولا حتى الام ديالي مسكينه راه هي فرحانه بنا، دارتنا البريدات مسكينه على قد الحال كذا هكا، وكنقول له الله يسمح لنا منك، الله يسمح لنا منك، والله يسمح لنا من الوالدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حميد ودب الزكري، حميد ودب الزكري، يا هذا شفتي هذا شفتي هذا شفتي. تبارك الله عليك، مرحبا بك مرحبا بك خويا، قبل علينا. يلاه راه فرحان بك اخويا، انا فرحان انا مرتاح تحت 11 سبحان الله. ونسيت ونسينا الناس ديال المدينه كتمشي لي الناظور صاحبي الناظور خوتنا المرضيين الله الله المدينه. انا كنتمنى شي نهار ان شاء الله نجي للناظور، والله الا كنتمنى نجي ديك المدينه المباركه نجي نشوفها ان شاء الله ونزوركم لوجه الله. الله قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لماذا؟ لتعارفوا التعارف، هذه هي المشكله اللي فقدناها اليوم الان. بقيناش كنتعارفوا، بقيناش كنتشاوفوا، بقيناش كنتزاوروا لله، ما بقاتش المحبه نعوذ بالله. وهذا هو اللي جعل الانفصال، لما نبقاو نتقاربوا اكثر ما كتقارب الابدان كتقارب القلوب، وملي كتقارب القلوب كتنزل الرحمات، وملي كتنزل الرحمات كيطلع البغض كيضرب على الغضب، الشيطان ما كيبقاش يدور، كتنزل الرحمه كتنزل الملائكه الله اكبر. لكن لما اكثر ما كيوصل البعد كيقولوا اصحاب الاحوال البعد كيعلم النسيان، نعوذ بالله. والديك كتبقى تجي لعندهم مره في العام، مره يا من الزرع حتى الزرع، من خبيزه حتى الخبيزه، من هذيك حتى لهذيك. وقيس على ذلك العائله ديالنا، دابا الله يسمح لنا وصافي والله العظيم. كاين عائله ديالنا مثلا شحال ما زرناهمش، شحال حنا مقصرين، دابا مقصرين ولا ماشي مقصرين؟ ودابا شكون المشاهدين؟ شحال كاين ديال المشاهدين ابو حفصه عندك دابا؟ تكلم باقي ما كاين ما كنشوف والو. كنقول لكم انا سمحوا لي لوجه الله تعالى ماشي اهل لنصحي، كنوصي انا نفسي. شحال انا وانتوما ما زرتوش العائله ديالكم؟ كان خصني كان خصو يكون مباشر وتجاوبوني حقيقه. وكنتمنى من الله سبحانه عز وجل يوفقني لهذا الامر، حتى دابا جات هذه المبادره الطيبه. الله سبحانه عز وجل الهمنا، هذا الهام من الله خرجت على اللسان ديالنا. خصنا كيفاش نزوروا الاهل ديالنا والعائله ديالنا، يعني فيما كانوا فيما حلوا وارتحلوا،
ماشي عفطان جا ولا. الله يبارك لك، الله يبارك لك في المال ديالك، الله يبارك لك في الصحيحه ديالك. صلة الرحيم، الله اكبر، الرحيم معلق، معلق باش ابو حفصه. وتحشى عرش الرحمن يقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعوذ بالله، الله يقطعك، صل رحمك، صل على راس هذا الرحم مول الوالدين. ضروري تمشي تشوفهم، طلب منهم الدعاء، افضل شيء، احسن عمل وصلك عند الله مول الوالدين. ثم كاين عمي، نعوذ بالله، عمي ما شفتوش. ثم كاين خالي، ثم كاين عمتي، كاين خالتي، ولاد العائله ديالنا، ولاد خالات. ودابا عيمشي، وديك النقاط الرئيسيين عيمشي وصافي، مشات، تقطع الحزام، تقطع الفران، ما بقى هذا كيعرف هذا. نعوذ بالله، نزورو بعضياتنا لوجه الله. عرفتي شكون الرابح؟ عرفتي شكون الفائز؟ عرفتي شكون الناجح؟ هو اللي كيمشي، كيمشي، بقى كيضرب، كيمشي، بقى كيقولوا، كيمشي. على كل حال وأحوال، على كل حال وأحوال كيمشي، هذاك هو الرابح، هذاك هو الناجح، هذاك هو المرضي. واسمحوا لنا، راح نطولنا عليكم شوية، الله يرضي عليكم والله ينوركم. بهذه المناسبة نزور العائلة ديالنا كاملين من الألف حتى الياء، الله يفتح عليكم، الله يجزيكم. بغداد ما تقول؟ بالعربي بالشلحة واش نقول؟ ما لا قول بالريفية شوية مزيانة. الحمد لله زعما واش غداد يعجبها الحال زوار، تصريح سي عمر سي حسن ما شاء الله. مرحبا مرحبا. الفرح زعما سوطس نهار، الحمد لله النهار مليح عجبان غير حار ما ماني غلا زكو ميدو سي غدا غدا اري حلا يا سيمانه الشقات ان شاء الله نزاق نهار زيخ الحمد لله. مرحبا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. يلا الخوت تبارك الله عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سيدي، بارك الله فيك. انت امي كترحب بسي بغداد بارك الله فيك، جزاك الله خير. كيقولوا خلك مرحبا باللي جا لعندنا، مرحبا باللي جا لعندنا. يلا ان شاء الله، ان شاء الله دي سبب من كلمات الله بيداي دابا يلا وشوفوا هذه ماشي مشكل. دابا غير بداية جي دابا مرة أخرى إن شاء الله بلا ما لا إله إلا الله. الله يجيبكم على خير سيدي، الله يسهل، الله يجيب تيسير، الله يعاون. آمين.